تفصيل بما ان نكون خلصناها يعني ان شاء الله، يعني يكون كله تمام. فاحنا كده فاضل لنا الفكره بتاعت ان احنا نعمل ابديت. الابديت هي برضو فكره بسيطه جدا شبيهه، ودي انسيرت والديليت والديليت كفانكشن اساسيه كبيزك فانكشن، تمام. ولذلك انا هم جاي اعمل ايه، اقول له تعالى نعمل كده. هنا مش هتبقى اسمها ديليت، هتبقى اسمها ابديت. طبعا مش هتاخد الاي دي بس، الاي دي لكن برضه النيم ممكن يتعدل. كان عندنا الايه؟ السلاري، حاجه ثانيه غير السلاري، مش فاكر الجوب ولا كان اسمها ايه؟ جوب والسلاري، فبرضه هبعت الجوب وابعت السلاري. بس جمله مش اسمها ديليت ولا اسمها انسيرت ولا اسمها سيلكت، جمله اسمها ابديت. تمام؟ وكده شكلها كده ابديت الان. خلاص؟ وبقول بقى ست النيم بيكوال مثلا احمد كوما، والجوب ايكوال مثلا ويب مثلا ديفيلوبر مثلا. ممكن اكمل تحت، ممكن اكمل تحت بس احط لي سلاش دي. والجوب ايكوال قلنا ايه، ويب ديفيلوبر مثلا. ايه تاني؟ والسالري هتكون بتساوي مثلا 30,000. كمل تحت. وير ان الاي دي بيساوي كذا، لازم وير الاي دي بيساوي كذا، والا لو سكت لغايه هنا يبقى هيعدل كل الناس بالاسم احمد، وكل الناس الوظيفه جوب ويب ديفلوبر، وكل الناس تساوي 3000. لا عدل دول بس بشرط نفس الاي دي، يكون نفس الموظف اللي احنا بنتكلم عليه، ما يكونش موظف تاني. عدل الاسم والوظيفه والمرتب لما يكون نفس الموظف. بس هنا طبعا الاسم نفس الكلام، دي مش كلمه ثابته، لازم تتغير صح؟ فاقوم ايه حاطط الايه؟ الكيرن بريس بتاعي عشان يفهم ان هنا النيم ده هبعته لك، ده تارم. وكذلك الايه؟ الوظيفه. وكذلك مين؟ السالري. تمام؟ يبقى كده لازم ابعته بقى بالترتيب، النيم، الجوب، السالري، الاي دي، الترتيب اللي هو بتاع الناقص. فأول حاجة عندي النيم، تروح بس ابعت لك النيم. تاني حاجة الجوب، ادي الجوب. تالت حاجة السالري، ادي السالري. تالت حاجة الاي دي، ادي الاي دي. كده الجملة بتاعتي هتبقى ابديت امبلوي سيت النيم بتساوي كذا على حسب اليوزر بعته. وي الجوب بتساوي كذا على حسب اليوزر بعته. وي السالري بتساوي كذا على حسب اليوزر بعته. وير الاي دي بتساوي كذا على حسب اليوزر بعته. يبقى جملة الابديت كده كملت تكوين. كريتور اكزيكيوت هي اهي، يا كونكشن كوميت احفظ، طبعا احنا عدلنا في الداتا يحفظ. امبلوي ابديتد سكسسفلي، تمام. لو حصل اي خطا بيرول باك، وي كلوز للفانكشن بتاعتي وخلاص. دي الابديت صريحه بدون اي ايه؟ بدون اي مشكله. حلو، كويس جدا. كول ديليت، ما عندناش كول ديليت، عندنا كول ابديت. كول ابديت احنا محتاجين ننادي على الفانكشن بتاعه الايه، مش الكول جيت، لا عايزين هي كول مش عارف اسمها ايه، اللي هي جيت، اللي هي جيت نفسها جيت امب. عايزين فانكشن اسمها امب. كده كده الفانكشن لما ننادي عليها الفايل ذات نفسه هيفاير الفانكشن. انا مش هعمل بقى المره دي نفس اللي عملناه في الديليت. انا هقول له هات يا عم كده كابل، ادي الجيت ام خدتها كابل بس. انا هبقى اظبط بعدين في الكلاس بتاعنا ان شاء الله. ادي الفانكشن بتاعه الايه؟ الجيت ام، هي عايزه تغير. قلت له ماشي، انا هعمل كول ابديت. اول حاجه هقول له اي دي، هقول له انبوت، انتر، انتر اي دي يبقى تو ابديت. هات رقم الايه؟ الموظف اللي انت عايز تعدله.
حلو جميل. وبعدين ابدا اقول له بقى ايه عد الاسم. انا هطلع رساله الاول هقول له مثلا ايه رايت. طبعا المفروض بقول له ان انت اذا عايز تكتب البيانات الجديده او انك او تدوس يعني انتر لو انت مش عايز تكتب. ما دي الرساله بتاعتنا اللي احنا بنكتبها دايما عشان يبقى هو فاهم احنا بنعمل ايه يعني. طيب هقول له نيم، هقول له انبوت، نيم طبعا هقول له ايه؟ انتر، نيم، بس انا عايز اطلع الاسم القديم هنا، صح؟ هطلعه هنا، ممكن اعمل كده واستخدم فورمات، انا اعمل كده واقول له دوت فورمات، وادي له نيم، النيم احنا لما جبنا الاي دي لازم نرجع على جيت، لازم نرجع على مين؟ على جيت صح؟ مش هجيب لي الداتا بتاعته. انا هاجي هنا وقايل له انا عايز اقول له جيت امتى؟ بعت له اي دي. لما بعمل كده بيرجع لي الجدول كامل، بيرجع لي جدول البيانات كامل يعني الام تي كده جدول بيانات كامل. بس انا مش عايز جدول بيانات كامل، انا عايز اول صف بس. عشان تجيب اول صف بس فانت تقول له الامبتي تيبل اوف زيرو كده، ده اول جدول بس، اول اسف اول رو بس. عايز تجيب من اول رو دوت الاسم، الاي دي طبعا كان رقمه زيرو، النيم رقم واحد، الجوب اثنين، السالري ثلاثه. فانا عايز الاسم دلوقتي يبقى رقمه ايه؟ رقم واحد. يبقى ده يبقى ده عباره عن ايه؟ الاندكس بتاع الرو ودوت الكول، رو كول. طبعا عندنا هو رو واحد فهو دايما هيبقى صفر. وادي الاسم تمام؟ يبقى النيم بيساوي ده الاسم القديم اور. لو ايه اور؟ قلنا اور معناها لو هو ما دخلش اسم. طبعا انا بقوله بسرعه شويه مش مركز في الشرح او بتاعه، على اساس ان احنا عملناه كذا مره قبل كده في كذا سيستم احنا عملناه، سواء كان في الفارديس، سواء كان في الاكس ام ال، سواء كان في الجي اس، سواء كان في الريس اي بي اي، عملنا نفس الفكره دي عشان كده بختصر يعني فيها كتير. او من الام بي تيبل روح على الرو الاولاني هات النيم، يبقى يجيب الاسم اللي كان متخزن لو هو ما دخلش، يعني دي كده الانبوت هتشتغل لو هو دخل، لو كتب. ما كتبش يبقى هياخد الايه؟ الاسم المتخزن فيه الداتا بيس يحطه جوه النيم، اصبح معايا النيم. وامشي بقى بنفس الاسلوب على مين؟ على الجوب. بس الجوب هتبقى بعدين انتر امبلي جوب. نخفف شويه بس. جوب هتبقى رقم 2. الجوب حاجة هتبقى السالري معايا كتبه جديد او الاسم القديم، معايا جوب كتبه جديد او الاسم القديم، معايا السالري كتبه جديد او الاسم القديم. وبالتالي انا اقدر اعمل جمله ابديت دلوقتي، اقدر ارجع ابديت وابعت لها كل الداتا. فانا هقول له ابديت ام، قال لي ابعت لي بقى الاي دي ام، ادي الجوب، ادي السالري، وطبعا اقول له كل ايه؟ هنرجع على كل ابديت عشان ارنا. طبعا هي ابديت معتاده ما فيش اي حاجه خالص، اللي كان فيها بس هو الحته بتاعت الابديت دي، هي دي الامر الجديد. اما بقى الشغل كله تقريبا شغل معتاد ما فيهوش جديد يعني.
فتعال نعمل run سيل ده، خلي انتر الـ PID، حط له مثلا 1113، قال لي مفيش حد 1113، ايوه صح مفيش. انتر الـ PID you want to update، اه دوت القديم اللي انت عايز تعدله 1111. خد بالكم ده الـ run ده كده بسبب ان احنا كنا عاملين هنا import، احنا مش عاملين import اصلا. خلاص ماشي. المهم 4 ماشي، قال لي اسم محمد حسن وفي سبيس، قلت له هو بس من غير سبيس مثلا. وبعدين نعمل برضه ان هو يمنع اصلا زي ما زميلنا طلب، يمنع ان يبقى في سبيس اصلا في الاول او في الاخر اصلا من اصل حتى لو هو عمل سبيس احنا هنشيلها. خلينا نعمل كده دلوقتي، نعدل ونظبطها. طيب البروجكت مانجر قلت له سيبها زي ما هي. قال لي المرتب، قلت له خليه 30000. قال لي تعدي، قلت له يعني محتاجين نروح نشوف الداتابيز ونشوف. خلاص سيب اسك كومنت بليز. لاحظ محمد حسن فعلا السبيس ايه؟ اتشالت وبقت 30000 فعلا. يعني جمله الابديت بتاعتنا اشتغلت. اما لو احنا فكره ان احنا مش عايزين اصلا الاسم حتى لو هو حط فيه سبيس عايزين نشيل السبيس، يبقى هتيجي عند المين كده يبقى له دوت سترايب دي بتلغي السبيس من الطرفين. في منها الليفت هي ال يعني بتمسح اي سبيس على الشمال، وفي منها الرايت بتمسح الايه؟ اي سبيس على اليمين. احنا بالنسبه لنا نمسح كل اليمين على الشمال خلاص. فاقول له بس عايز تعملها في مع الجوب برضه اعملها مع الجوب عادي، ممكن اقول برضه طيب مش ينفع تعملها مع السلج بقى صح ولا ايه؟ ولا السلج ينفع ولا الاي دي ينفع؟ الاي دي ينفع؟ الاي دي ينفع؟ الاي دي برضه ينفع لانه سترينج في الاخر. السلم ما ينفعش مثلا كده اللي منعت خالص. طبعا ممكن تعمل نفس الاسترات دي في الانسيرت في اي حاجه، في الابديت، في اي حاجه انت عايزها، بس هي فكره بس ان هي تمسح السبيس حتى لو هو عمل سبيس. لو جربنا كده طبعا ما طلعليش كلمه الفايند اللي احنا لان شلنا الحته اللي احنا كنا عاملينها. قلت له ماشي لو عملت 1 1 1 2، قال لي ماشي اسمه عبد الجادر. قلت له عبد الجادر الحربي، قلت له ماشي انا هخليه سبيس وابدل طبعا بسيرش السبيس اللي في النص طبعا. قال الحربي وسبيس كمان، خدتوا بالكم؟ في سبيس في عبد وثلاث سبيسات بعد الحربي. طبعا ايه هتشيل كل السبيس دي. برودكت مانجر قلت له خليه زي ما هو. المرتب قلت له خليه 33000. قال لي البيانات اتعدلت، قلت له اروح على الداتابيز اشوف. بس على السهم الفولز انتر. لاحظوا مفيش سبيسز اتضافت قبل ولا بعد، وبقى 33000 والتعديل تم وبدون مشاكل. الحمد لله.